صباح الخير. صباح الخير معلمتي، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. أحبائي، اليوم سوف نقوم بتنفيذ بطاقة مراجعة أسبوعية للفصل الثالث هو للأسبوع الرابع، اتفقنا؟ هل أنتم جاهزون لتنفيذ هذه البطاقة؟ أنا. كيف كانت، صعبة أو سهلة؟ سهلة. فأنتم أصبحتم أقوياء، أحسنتِ يا سابين. إذن سوف تعطينا يارا الفكرة الرئيسية للنص، عما يتحدث النص؟ نعم. نعم. كيف كان النص؟ هل لديه مفردات جديدة؟ أحببت هذا النص؟ نعم، فأنا كان هدفي أن تتعلموا مرادفات جديدة، أن يكون لديكم معلومات أكثر، مخزون لغوي أقوى. كيف كان النص يا أمجد؟ سهل. من منكم يحب الكلاب؟ يرفع إصبعه إلى الأعلى. ولذلك أيضا اخترت هذا النص، وذلك لأنني عرفت أنكم تحبون الحيوانات الأليفة. أحسنت. إذن سوف نجيب عن الأسئلة التالية. اكتب معاني الكلمات التالية من ثم ضدها، يعني مرادف والضد. تيا، ما هو مرادف تبرق؟ تلمع. الضد يا هادي؟ تعتم. تعتم، تعتم. مظلم. فاطمة؟ معتم أو معتم. يارا؟ نعم. رضا؟ طيب، معتم يعني شيء بيلمع، شيء ما بيلمع الضد. الفرح يا ألما؟ السعادة. ما هو ضد السعادة يا ألما؟ الحزن. سيلين؟ معروف. مشهور. عفاكي. فاطمة؟ الضد. الضد. ماذا قلتي؟ عيدي لو سمحت، ارفعي صوتك. أحسنتي، مجهول. افتكرت أنك قلتي مشهور، فقلت هي تقول المرادف وليس الضد. شكرا لك. إذا أضع عنوانا مغايرا للنص. سيرين. سيرين، عنوانا مغايرا للنص. نعم. سابين. الكلبان الجميلان. نعم. يارا. نعم. علي. نعم. من يعطيني عنوانا جديدا؟ رضا. الكلبان المدللان. الكلبان الودودان. نعم. وأنت يا هادي؟ كلبان لولو وزوجته. طيب، من يستطيع أن يعطيني شيئا مغايرا؟ زهرة. ونينا. رضا. طيب، إذا عنوان جديد أو الكلبان الجميلان. إذا بأي صيغة يا سابين هذا؟ الكلبان الجميلان بأي صيغة؟ هل هي مفرد؟ هل هي مثنى؟ هل هي إنها بالمثنى فهي تدل على كم شخص؟ شخصان. أحسنت. إذا سؤال رقم ثلاثة يا زهراء، ما نوع هذا النص؟ سيلين. 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 أحسنتي، نوع هذا النص هو وصفي. هذه، ما هو نمط هذا النص؟ نمط النص هو وصف. أحسنتم، عندما يكون هناك وصف، إذن النوع والنمط هما واحد، فهما وصفي. لماذا وصفي يا محمد؟ ما الذي دل على أن هذا النص وصفي؟ لماذا قلتم لي أن نوعه ونمطه وصفي؟ ما هو السبب؟ هل هناك سبب معين؟ تيا. لأنهم يصفون الكلمات من الداخل والخارج. ما رأيك يا سابين؟ لأنهم يصفون. نعم. يارا. نعم. أحسنت، لأن هناك كان وصفا لهذه الكلاب. ممتاز. ثلاثة. إذا سوف ننتقل إلى سؤال رقم خمسة. إسماعيل، أكبير لولو أم صغير؟ لولو صغير لأن الكاتب. نعم. وصفه بحجم الكف. أحسنت، لأن الكاتب لأنه وصفه بحجم الكف. هل هناك من إجابات أخرى؟ نعم. هذه. لولو كلبا صغيرا هو على تقريب في مثل هذه
ممتاز. ممتاز، يعني إجابات موحدة تقريبا. سابين، حجم لولو صغير لأنه بحجم الكف. ممتاز، إذا لولو صغير جدا لأنه وصفه بحجم الكف، يعني فهو حجمه صغير. إذا ما الذي يدل على ارتفاع زعيق الكلبين يا زهراء؟ الذي يدل على إذا هنا هل نستطيع أن نقول أنهما كلبين أو كلبتين أو ماذا؟ كلبتين. كلبتين، ما رأيك يا يارا؟ هل هما جميعهما إناث أو ذكور أو ماذا؟ أحسنتي، إنها أنثى وذكر. إذن ما الذي يدل على ارتفاع زعيق الكلبين؟ يارا. إذا أعطيني إجابة تامة من خلال السؤال، ما الذي يدل على ارتفاع زعيق الكلبين؟ الذي يدل على ارتفاع زعيق الكلبين. نعم نعم. إذا يعني نستطيع أن نقول أن الذي يدل على ارتفاع زعيق الكلبين هو ارتجاج ماذا؟ النوافذ. عند ذلك يدلنا هذا الموضوع على أن كان صوتهما قويا جدا. هادي، الذي يدل على ارتفاع زعيق الكلبين 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 عند فوران الطبخ. فوران الطبخ، كلا، كما قالت يارا هي إجابة صحيحة، هو ارتجاج هذه النوافذ، هذا يدل على أن صوتهما كان قويا جدا. نعم يا سلين، الكلبين يزعقان معا فيرتج زجاج. إذا نفس الإجابة، أنا أريد منكم إذا كان هناك من إجابات أخرى أن تعطوني إياها. سوف ننتقل للسؤال رقم 7. أمجد، متى تبرق عيناه؟ متى في يعني عندما قالوا متى، إذا ماذا يريدون هنا؟ متى على ماذا تدل؟ في أي وقت؟ نعم، متى؟ محمد، زرقاوان، متى؟ في أي وقت؟ متى؟ إسماعيل، عند الفرح تبرق عيناه الزرقاوان عندما. نعم، هذه إجابة موحدة، ولكن الفرح والبهجة. نعم، ولكن يا تيا أو يارا، نعم، يعني إذا هي إجابات موحدة، تبرق عيناه في حال الفرح والبهجة. في حالة الفرح والبهجة. هل هناك من إجابات أخرى؟ ما رأيك يا هادي، هل هناك من إجابة ثانية؟ إذا متى يتسابق الزوجان للعودة إلى البيت يا هادي؟ إذن نستطيع أن نقول يتسابق الزوجان للعودة للبيت مساء، وذلك نظرا لما لانتشار روائح الطعام الشهية. أحسنت. إذن السؤال رقم 9، ماذا وصف الكاتب يا أمجد غير شكل الكلبين؟ غير، هو وصف شيئا مغايرا للكلبين، كان هناك وصف آخر. ألمع، أحسنتي، فصل الربيع، ولكن هل هو كان فصل الربيع؟ أي فصل كان؟ روى. إذن وصف الكاتب غير شكل الكلبين فصل الربيع بشكل خاص، فصل الربيع، ولكن هل كان الكلبين عندما كان يجلسان تحت الشجرة يظنان أنه الربيع أو كان أي فصل؟ كان هناك فصل مغير للربيع، الخريف، الشتاء، الصيف.
إذن وصف الكاتب غير شكل الكلبين فصل الربيع، ولكن هل كان هذا ربيعا أو ماذا يا فاطمة؟ فصل الربيع متوهم. ما معنى متوهم يا فاطمة؟ المتوهم يعني هو هم يظنان أنه فصل الربيع ولكنه قد تبين أنه فصل سنتي. إذن السؤال رقم 10، أتحب وجود حيوان في البيت أو الحديقة؟ هذه إجابات حرة. إسماعيل، لأنه أعطيني إجابة تامة. نعم أحب وجود حيوان في البيت أو الحديقة لأنه يمكنه أن لماذا؟ ويحمي المكان مثلا، لأنه يسليني. لأنه ماذا يا هادي؟ أحب وجود هذا في حديقة منزلي ليحرس المنزل وألعب معه في أوقاتي فراغ. مثلا أستطيع أن أقول أيضا نعم أحب وجود حيوان في البيت لأنه يشعرني مثلا بالسعادة، أو يشعرني مثلا أنه لدي صديق وفي، خاصة الحيوانات وبالأخص الكلاب يقولون أنها حيوانات أنها وفية. نعم يا سري، ماذا كتبتي نعم أنت؟ أحب وجود حيوان في البيت لكي يسليني وألعب معه. أحسنت يارا. نعم إنها جميلة. سنتي علي. نعم يعني جميع الإجابات سواء كانت نعم أو كلا فهي إجابة صحيحة، كل واحد لديه رأي. ممكن في أولاد ما بيحبوا الحيوانات، عند ذلك هذا الرأي هو خاص به. ننتقل إلى السؤال رقم 11، اكتب 3 جمل تصف من خلالها صديقك المفضل. هادي، إذن بهدوء بهدوء، أريد أن أكتب. صديقي إسماعيل وشعره ناعم، ولكن أنا أراه أنه أسمر وليس أبيض، صح؟ طيب أريد وصف آخر. أمجد، لديه وأريد شخصا جديدا ليس إسماعيل فقط. سيرين، نعم هذه كافية. تيا، نعم أريد شيئا جديدا. رضا، هادي، صديقي من؟ طيب صديقي إنه ذات شخصية هادئة. نعم 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 أريد وصفا آخر. يارا، شعرها طويل ولونه كالثلج. ستكون بياض الثلج ونحن لا نعرف، أنت بيضاء الثلجية من؟ إذن استخرج في القواعد، استخرج من النص فعلين بصيغة الماضي وفعلين بصيغة المضارع. أريد من سيرين أن تعطيني فعلين بصيغة الماضي. كنت، نعم، رفع، رفعت. أيضا أريد فعلين يا هادي بصيغة المضارع. تبرك، نعم، تشهد. أحسنت. إذا أصرف كل من الفعل يكتب ويلعب مع ضمائر المخاطب المؤنث والمذكر. يلا يا سابين، يكتب. أنت تكتب. نعم. أنتما تكتبان. نعم. أنتم تكتبون. ممتاز. سيلين، أنت تلعب. أنتما تلعبان. أنتم تلعبون. سانتيارا، أنت تكتبين. أنتما تكتبان. أنتن تكتبن. ألما، أنت تلعبين. أنتما تلعبان. أنتن
تلعبنا سنتي. إذن أحوك الفعل المضارع في الفقرة الآتية. أعطيني يا أمجد أفعال المضارع الواردة هنا. نعم شكرا. محمد نعم أعيد أعيد القراءة لكي أسمع. يتجه زهراء. ينزل فاطمة. فتشعر. لا أنت قلتيها بس قلتي شيء غلط فيها. إنها نترك الفاء على جنب. أحسنتي نترك الفاء على جنب ونحوك تشعر مش فتشعر تشعر. سيلين يقفز. تيا بلى هناك المزيد. نصرخ. أحسنت يا يارا. هل هناك المزيد يا علي؟ كلا. املأ الجدول بالأفعال التي حوقتها. أعطيني أول فعل يا هادي. اختار. حرف المضارع ألف. نعم الألف. ألف ظاهرة. الألف ظاهرة. حركة آخره. أختار. يعني الحركة الضمة. ممتاز. زهراء. يتجه. نعم يتجه. حرف المضارع. تا. تا ولا الياء؟ يتجه. الياء. ما هي حركة آخره؟ ضمة ظاهرة. طيب سيرين. ينزل. حرف المضارع الياء. أما حركة آخره؟ أحسنتي. فاطمة. تشعر. التاء الضمة. أمجد. يقفز. الياء ضمة. سابين. نصرخ. نصرخ. النون والضمة. سنتي. إذن سؤال رقم 5. أكتب فعلا مضارعا ملائما للمعنى. يلا يا روى. تسبح البطة في البركة. اسمعي العبارة الثانية. على الدواسة لتسير السيارة. أدعس باللغة الفصحى نقول أدعس. رضا. أدوس أو يسير. يدوس أو أدوس أو يدوس. أدوس أو يدوس. الدولاب كذا. أمجد. يدور أو يسير أو يتيت. صح. ألمى مالا في فم الحصان. يضع مالا في فم الحصان. هادي. نجد مالا في فم الحصان. نعم أيضا. يوجد ألعاب كثيرة. أحسنت. يعني جميع الإجابات هي صحيحة. الفعل بتلاقوه مناسب فيكم تحطوه ويجب أن يكون مناسبا فقط للمعنى للعبارة لا أكثر. اتفقنا؟